السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام، واليوم إن شاء الله تعالى بنكمل وأخيرا تختيم Beyond Two Souls الحلقة 13. اسم الشابتر Separation، أتوقع يعني معناته الفصل أو البعد أو حاجة زي كده. فالآن تقريبا جودي هي للساعة بزرة ونيثن عمال يعني بدأت تكبر وقاعدين يسوون عليها زي التجارب، تجارب خفيفة وزي كده يتعلمون منها. فالحين قاعد يقول علميني. أوه إيش هذا؟ نبغى نشوف هذاك. ياي ترقص. Can you see anything, Aiden? طيب. هذه الحركة اللي هي يبي يتعلمون شنو القوة حقتها. تعرف إيش هرجتها؟ شارجة الشيء هذا زي الحلقة اللي فاتت اللي من زمان نزلتها اللي اسمها نفاهو. تعرف شنو هرجة الشيء ذا؟ زي ما تقول الحين قاعد يدرس قدراته وزي كذا تتذكر. أكيد شافت شيء. سبيك. تقول انا شافت بنت صغيرة وهذا الصندوق حق الاغاني. لورا اسمها لورا. يا نايتن اوكي اتم تليفون تعقي بون نايتن. someone named Ryan Clayton is here to see you. He says you know what it's about. اها رايان. يقول انه في واحد اسمه رايان يبيك وهو داري شس يعني يبيك ضروري. تعال والتون. شو المنديل ذا؟ ايش كبره؟ هذاك. خلنا نقوم. يو نطلع نشوف ايش. Hey, where are you going? Aren't you gonna wait for Nathan? بطلع. هذا هو. What's going on, Nathan? قاعد تقول ايش في يا نيثن؟ You look upset. تقول انت شكلك زعلان. This is Ryan Clayton from the CIA. يقول هذا رايان من CIA. The agency wants you to join their military school program at Camp Perry. يقول له إنه CIA يبونك تخشين المدرسة حقتهم لأنه عارفين شنو قوتك زي كذا، يبينك تخشين معاهم. يقول يبيك تروحين اليوم. You're joking, right? يقول أنت تمزح. I'm not going. يقول أنا رايح أي مكان. I am not a child. I can make my own decisions. No one can force me to go. تقول أنا ماني بزرة، أنا أتخذ قراراتي. It's difficult, but you need to understand this is a great opportunity for you. يقول لازم تفهمين أن هذه فرصة مرة كبيرة لك. Aggressive. You can tell the CIA to fuck off. I'm not going anywhere. تقول كل السيئة أني ماني رايح معاكم وقلب وجهكم. You can rant and rave all you want, just shut your mouth and do as you're told. يقول انطمي واسمع الكلام اللي نقول لك اياه. انصلت. ما قدرت. I'll go get my things. مسكينة جودي. كلهم ضدي. لأن السيا عارفين انه في القدرة ذي الكويسة. يبي يستفيدون منها زي ما تقول يستغلونها. اتوقع قدنا سوينا شابتر عن السي اي اي الاستخبارات كان اسمه. مسكينة. انا كذا ما اقدر استحمل. ناخذ الاشياء المهمة. دبي. امشي الدب. مسكينة.
مسكينة ما تبى تروح. موسيقى تبكي. ايش في هنا؟ والله تبكي من جد. ناخذ الصور. يا الدكتورين دول فعلا ناخذها واخذ كل شيء. خلينا نشوف في معجون اسنان شيء. اوكي ما تبى تروح مسكينة. طيب خلينا نشوف هنا الصور. اوه هذا اهلها القدامى. يجينا شقة وحطها. لا لا من شقة بحطها انا. طيبة. طيب بقي شيء؟ حركات تطبقها بيد واحدة. يلا نمشي. مسكينة جودي. السالفة ما فيها سي اي اي يبونها تيجي تشتغل معاهم فالبنت ما تبي تروح فاجبروها انها تروح. تقريبا هم رباها يعني الدكتورين ذولا رباها. Come and see you as soon as I can. I'll never let you down. كلهم راح يشتاقون لها جودي. يعني تقريبا هم رباها زي ما قلت لكم. يعني الدكتورين ذولا اهتموا فيها وزي كذا. يقول انا دائما راح اكون موجود لك. هذا زي اللي يلا يا ابوي مشانا. بدي اخبطك بوكس. مسكينة جودي. بيروح. اوكي جودي الحين في الوقت طلعت من المستشفى وراحت تنضم للسي اي عشان تشتغل معاه. وطلع ذا الادم اللي راين اللي في الحلقة الثانية اتوقع اللي كانت السفارة هو اللي جاء اخذها وزي كذا. فالحين عندنا حلقة او شابتر اسمه ذا دينر وجبة العشاء. او باين ان جودي في بيتها كبرت باين انها كبيرة. او هذه شكلها بعد التمرين لما خلاص صارت معاهم مقوية وزي كذا. هلا رايان. مكسور اللابتوب. I've actually been having problems with my computer. What was the email about? Dinner, a night, fancy restaurant. يقول لها انه ارسل لها ايميل قبل 3 ايام انه بيتعشى معاها وزي كذا يروحوا مطعم وزي كذا. فهي مخربة كمبيوترها. Shit, I'm so sorry.
يقول ايش رايك انه خلاص تيجي هنا عندي في البيت وتتعشى عندي, تيجي مره واحده تشوف بيتي. تقول الساعه 8 تيجي, بيجي معاه عصير. اها رامي عنده شكلها, اوكي ملامح ذي, اوكي نسوي لك عشاء. ما براين يجي. Now I get why you blasted my computer. You didn't want me to see Ryan. قاعد تهاوش إيدن, إيدن هو اللي خرب الكمبيوتر حقه. لا مو بكيفك. Fuck this. Fuck this. We're not gonna start this again. I'm not yours, Aiden. I can have a relationship with whoever I want. This is my life. Do you fucking hear me? This is my life. ما علي منك. ما تقابلين ريان. I happen to think Ryan is great. He's charming. اها. خلنا نسمع ذي ايش تبربر. اه تقول انه ريان ذكي وانتليجنت ووسيم. Yeah, I'm aware of what happened at the bar. Fuck you for reminding me. تقريبا هو يكلمها بدماغه, يعني يجي يعني زي الفكره في راسها, فيبان كانها هي تكلم نفسها. هو بيجي الساعة 8 والحين الساعة 7, فعندها الساعة 7 باقي لها الساعة ويجي ريان. لازم تسوي عشاء, لازم تطبخ, لازم تطلع شكلها كويس. يا خلوي ايه البدة كككك اصبر هي معفنة. ايوه نظفي. اوكي زبالة. اوكي واضحة. اوكي ايش بنسوي ايش بنسوي ايش بنسوي. تقريبا انا مع ايدن ما بيها, يعني ريان شفت ايش قال يعني في الحلقه اللي في الشابتر اللي قبل شويه, قال تيجي غصب عنك وما ادري. اوكي بتسوي اشياء من الثلاجه. ايجن بيف. طيب chicken with oven baked vegetables. It'll take some time in the oven, but it seems doable. Pizza delivery. It's not exactly gourmet, but no preparation, no mess. I mean. فعند هذا الخيارات أنا تسوي لحم, دجاج أو بيتزا. بنسوي اللحم. Asian beef. Asian beef. I mean, it looks suitably exotic. As long as I don't manage to fuck it up. Okay, let's do it. وين الثلاجة حقتكم؟ طماطم, فلفل رومي, بصل, لحم, زيت زيت زيت. وين الزيت؟ الزيت صح من هذا الثلاجة. شو التفاح هذا ولا طماطم؟ الله يفجعك يا ايدن, لا تسوي كذا مره ثانيه. Thanks, Aiden. اوه بصل. يا ليت انا طلبت بيتزا وخلصنا. اوه حلو تقطع بسرعه. يا ساتر قامت تبكي على طول. اوبا اوكي جدر اللحم. كيف هذا يا ولد؟ يد عندي شكلها خربانه. قطعنا اللحم خلاص. اوكي ما عندي مشكله. اوكي ايش نحط؟ so far so good. ما احتاج كتاب انا فنان. خلينا نشوف ايش في فوق. طب خليه يجيب لي اياه.
ما اقدر، خوفك يطيحني اذا ما يبيني اقابل ريان، بس انا ما راح اخليهم ينبسطون. وقبنا الطنقرة، اوكي نولع النار، اوكي نجيب الزيت الزيتون. ترى كنت طباخ يعني، كنت طباخ طباخ كبير يعني، نلبس الخوذة البيضة وحركات. اوكي مشان نرمي البصل نسوي الكشنة، اما بتكبها سوا بس 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 بدون لحم، بدون لحم. نحط ما ادري وش supposed to be an aphrodisiac. I mean, it's not in the recipe, but لا 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 ما بنحط جينجر، لا لا رجع رجع. Come on, you don't need that. طيب نجيب ملح، رش 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 كمان، خليه مالح، احب الاكل المالح. بعد بعد خلاص خلاص الادمي بيموت علي. بيبر، فلفل اسود، فلفل اسود لازم. اوكي كده كفايه. ستوب، نقوم نقلب. هوبا ايش هذا؟ اوه هذا البتاع حق تقول انا بدات تحب الطبخ. Ryan, you are gonna love this. ايش بو؟ Crap. Crap, he's early. I'm coming. ايش هذا؟ مو باب البيت. من باب البيت؟ اوكي وين باب البيت؟ اوكي هذا هو، اتوقع انه هذا هو. شكله ايدن. والله انه ايدن. قاعد يستهبل على تقول له افتح الباب. والله قفل الباب الوسخ. Aiden! Aiden, come on, open up! تقدر تستخدم قوة خارقة. You wanna play games? I can play too. اوه هذي تعورها هذه الحركة. إذا هي تجبر نفسها يعني تتحكم في إيدن شكلها. You know, you're wasting your time, Aiden. You're not gonna stop me from seeing Ryan. واو والله قرب على البيت. لعين ذا أيدن. أوكي نرتب. أوكي. وين غرفة هذه؟ ايش هذا؟ دولاب؟ في شيء طلع. Crap. Do I have time to take a shower first? لا بدون شاور. البسي. What should I wear? سكسي. Oh, hi Ryan. I've been waiting for you. تقول أهلين راين، أنا كنت أنتظرك. He is gonna see a whole new side of me. أوه حلو لبسنا. وسخ أيدن. You might as well just give up, Aiden. Okay. تقول خلاص استسلم، ما عليك مني. راح أقابل أيدن. راح أقابل راين. هو ما يبيها تقابل راين. خلنا نشوف الأكل اللي صار فيه. أيدن حاقد عليها.
ايش صار في الاكل؟ طب كم الساعة؟ اوه بقى 10 دقايق، بقى 10 دقايق. بخاطر بخاطر. اوه في هنا اغراض ما رتبناها. عنده اكس بوكس. اوكي ايش هذا؟ جراند ثيفت اوتو؟ لا والله مو جراند ثيفت اوتو. Books. Okay, on the bookshelf. When on the bookshelf? Father bookshelf. Okay. Okay, great. تحب تقرأ. Okay. خلنا نشوف ايش فيه في التلفزيون. أوه ملاكمة. كيف طفى؟ هذا شكله هي اللي طفتها مو ايدن. ايش هذا؟ اوه ملابسها. هذا الحمام اصلا. ايوه هذا حمام. كده كل شيء جاهز خلاص. وين ريان؟ يا ايدن. لا اين ايدن؟ Come on, ايدن, don't be a pain in the ass. قاعد تقول له ايدن خلاص لا تكون مزعج. طفشتني. خلنا نشوف. اوح الساعة 8:30. وين الانسان ذا؟ خلنا نشوف الطبخ ايش صار فيه. اوه اليد بتفصل. اوه في شي هناك ودي اشوف. اوه غسلي غسلي. وش الاسفنجة ذي كبيرة؟ مبسوطة. خلاص يا ابوي الاكل بنحرق. ما اقدر اتحكم بايدن في الشابتة. طيب تأخر الرجال. بنتظره جنب الباب. نقعد كذا ننتظر. تربع. ملاكمة. طيب لا تقومي اقعدي. ايش بذي قامت؟ كم ريموت عنده؟ الله منظر حلو. ستدي خلي الشباك مفتوح. شكله هذا بعد ما اشتغلت مع السي اي صار عنده فلوس وزي كذا. اوه الصحو ما رتبتها. حركات شمعة ودلع من قد راين. هوبا Oh. Yeah, that's very funny, Aiden.
ما يبيها. ايدن كاره رايان، ما يبيها تطلع مع احد. شكله يغار. تقول ان الوضع مره رومانسي. اوكي طيب، متى بيجي ذا يبغى طعنه؟ ما نقدر نغير ملابس. ايش هذا؟ تمددي تمددي. Chill out, Jody. Okay, just calm down. There's no need to panic. You're gonna be great. تكلم نفسها تقول انه اهدي يا جودي راح تكوني عظيمة لا تخافين. هي شكلها خايفة مرتبكة انها لما تقابل رايان. والله بيتها فلة. ايوه جه. يلا انبسطي. جا رايان. وين الباب؟ هنا على اليسار. على اليمين. هذا هذاك فلوج. ضايعة في البيت. افتح يا سمسم. كانت تقول ايدن خليك محترم. تقول هذا الشيء جدا مهم بالنسبة لي ومعتمدة عليك في هذا الشيء. Chateau Margaux, 2001. Guy in the store said it was a pretty good year. That sounds good to me. يقول له اسم العصير حقهم. اوكي. بسوي فيها خفيف هو. Why don't you sit? I'll get the thing that opens the wine. حي لازم نجيب فتاحة النبيذ. اوكي فتحت. الله يفجعك والله ايدن ذا وسخ. اوكي نروح ندي له اياها. امسك طال عمرك. وينه وينه؟ اوه هناك قاعد. والله تمشي حافية ذي. بيتي وانا حرة. افتح افتح افتح. ابرم ابرم ابرم. اوبا. اهلا. بنخبة بيتها الجديد. والله لا اخرب عليكم. وخر. Couple weeks ago the agency found it for me and all furnished and everything. Actually the first place I've ever come. And how about you, where do you live? خرجت. But you know it's got a little garden and قاعد يتكلم عن بيته. No, I was born in Oregon. تسأل تقول أنت ولدت هنا وزي كذا. I moved out when I was. ما تقعد معاها. خرجوا. في شيء ثاني؟ It's nothing. It's just Aiden's messing with us. Ignore him. Ignore him. قاعد تقول له ان هذا ايدن قاعد يخرب علينا. اهمل. مسكين والله اخرب عليكم. روح بيتك. I should probably, you know, I'm gonna go check on the dinner because this cooking thing, it's a whole new adventure. تقول انا بروح تشيك على كله زي كذا. You need help? Why don't you go sit and more wine would be nice. Okay.
فتقول له انت اجلس وانا اجيب لك الاكل. هو جبت لك الاكل. Asian beef, right? Yeah. I was sent to China for a year. I love Asian food. Well, do not get your hopes up. Yes. This is probably the second time. يقول أنا ثاني مرة تطبخ في حياتها وهو قال إنه عاش في الصين لمدة سنة. لحم صيني على ما أقول. Good. Good. I'm glad you like it. عجب الأكل. وين أيدن؟ بتحكم بأيدن. راح كل في بيتكم. لو سمحت. أيدن قاعد يخرب. والله خرب عليها مسكين مو قادر ياكل. طيح البطل ما تتكلم معاها. اوه طيرت ام البطل. خاف شكله قاعد يقول يا ريت ما جيت. Yes, everything's fine. Aiden is just he's just feeling a little nervous. It's okay, really. قاعد يسأل يقول متأكد ان كل شيء تمام. Did Nathan ever manage to explain to you why you have this link with Aiden? قاعد يسأل يقول عمره نيثن قال لك الربط اللي بينك وبين أيدن؟ About the infra world. Not much about it. قال بس ما أعرف الكثير عن أيدن وأيدن الحين قاعد يلعب فيهم. مسكين والله انخرش. Give me a second. خاف قاعد يقول شكله في شيء غلط مع أيدن. يقول أنا طفشت منك ومن الغيرة حقتك. قاعد تقول له اطلع من هنا. مسكين شكله بيمشي. إيه أنا هنا. أنا هنا أسمع لكم. ما تسولفون. اللي تسوونه غلط روح بيتك. والله استقعدت لهم. طبعا عندكم الخيار يعني في ذي اللعبة يمديك تسيبهم ما تسوي لهم شيء. واو عصبت عليه. What about you? Do you have any family here? No. No, my Fuck, Aiden. I need you to just stop. Listen, I better go. No, Ryan, wait. Jody, look, Aiden's very possessive. I think you gotta work it out with him. Oh, خربت عليهم. أيدن مرة غيور ومو براضي يعني يخليهم يقعدوا مع بعض لحالهم. طبعا عندك الخيار. عندي الخيار اني اتركهم لحالهم ما اسوي لهم شيء. يقول ممكن لازم ناخذ وقت اكثر عشان نتعرف على بعض زي كذا. حتى أيدن لازم يتعرف علي اكثر. والله اني استقعدت لهم. حقدت مسكينة. تقول له انت مبسوط يا أيدن الحين؟ يقول أخذت اللي أنت تبيه. تقول الحين هو مشي وأنا دحين معاك لحالك. Really تقول أتمنى أنك مبسوط مسكينة. تقول إيش رأيك أنك تطير وتشوفني قاعد أبكي في العالم حقك كذا؟ تقول أنا قاعد أكرهك. مسكينة جودي خربت عليهم. أنا آسف جودي. أنا آسف. بس هذا مصلحتك يا جودي بعدين هذا بيستغلك الإنسان ذا هذا مو كويس. شفتي أول استوى فيك من صغيرة أخذك من أيثن نيثن. واو. أوكي نايت سيشن اللي هي الفترة المسائية. أتوقع بنرجع نلعب بجودي وهي بزرة. هي بزرة الله ايش تتفرج فيلم يا اخي كرتونة مبلة يا وهي صغيرة وهي في المستشفى مع كول ونيثن
خلنا نروح نسلم عليهم. صارت تقعد معاهم في وسط الغرفة. تقريبا صاروا زي أهلها. Hey Nathan, I want some food. I'm tired. Nathan, I'm so tired. Can we go now? قول له تعبان جدا. يمدينا نمشي الحين؟ Is that what time it is? I'm sorry, I was concentrating on my work. يقول أنا آسف أنا كنت بركز على الشغل. نيثن رهيب، أنا عجبني ذا الإنسان. يقول له إيش رأيك أقرأ لك الكتاب اللي جبت لك؟ I must have left it in the other room. Why don't you go in there and get it? I'll finish up here and then we can go. Okay. يقول له أنا نسيت الكتاب، نسيت الكتاب في غرفة ثانية، روح يجيب الكتاب وأنا أكون قدي خلصت فأقرأ لك إياه. بسم الله. أوكي، غرفة مظلمة. شغل النور. So, where did he leave that book? أين ترك الكتاب؟ خلنا ندور على الكتاب حقه. حقه. أيوة. Stop it, Aiden. It's not funny. قاعد تقول أيدن وقف، لا تسوي كذا. مو فل اللي قاعد تسويه. آه هذا هو شكل الكتاب. Aiden. You doing that, Aiden? قاعد تقول أيدن أنت اللي قاعد تسوي كذا. الله خوفه. اوكي والله ايدن يخرش. ايوه يا ساتر يا ساتر يا رب. ايدن الحقني. مين ذول الاثنين؟ حرمة كبيرة وحرمة صغيرة. امسك ابوي كتابك الله يغفر. Now we can get down to the serious business of bedtime stories. Jody. Jody, you okay? You look pale. She looks dead tired is how she looks. Come on, Nathan, let's get her off to bed. شاكك نيثن أن في شيء لأن هي قاعد تشوف أشياء وشكلها خايف. نيثن, it's for you. تليفون دق لنيثن. نيثن دوكنز. إيش فيه؟ Nathan, what's up? My wife. يقول زوجتي. What are they were coming back from my mother. وبنتي كانوا راجعين من بيت جدتهم. Truck. تريلا. Drunk driver. سواء كان سكران. كان ماشي عكس. ماتوا. واو ماتوا. Jody, let's get you off to bed. Stay right here. I'll be right back. يقولوا نيثن اقعد هنا لا تروح اي مكان. ما يبغى البنت تسمع الكلام هذا. مسكين نيثن. حرمته بنته ماتوا. الله يرحمهم. ياخذ اللعبة تغير المزاج. مسكين. اوكي. مسكين 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 نيثن. اوكي شباب، هذه نهاية الحلقة. اتمنى ذي الحلقة عجبتكم. جبت اكثر من شابتر مثل ما كنتوا تطلبون مني قبل. ان شاء الله تعالى في الحلقة الجاية راح نلعب ذا ميشن، مهمة جدا طويلة. تقريبا اخذت فكره. جمال شيخ شريف ما ادري ايش اسمه. فهذا الشابتر طويل، انا قد لعبته. نعم انا قد ختمت بيونت سولز، فاعرف ان هذا الشابتر جدا طويل. فان شاء الله تعالى احصي له حلقه لحاله او ندمج مع الحلقه اللي بعدها زي كذا. فاتمنى الحلقه دي عجبتكم. تقريبا 3 شابترات لعبنا، اتمنى ان عجبتكم ونشوفكم ان شاء الله تعالى في الحلقه الجايه من تختيم بيونت سولز. يلا شباب، كان معكم اخوكم بسام وفمان الله.